هذا وتتواصل في مدينة شرم الشيخ على قدم وساق الاستعدادات اللوجستية تمهيدا لانعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، ضعني في صورة الاستعدادات وتزين المدينة لهذا الحدث العالمي الهام. نعم، أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نرحب بكم في خدمة إخبارية جديدة من مدينة السلام ومن المدينة الخضراء مدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات التي تتم على قدم وساق لاستضافة قمة المناخ كوب 27. ننوه بداية أنه منذ قليل انتهت جولة لسيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تفقد خلالها خليج نعمة والممشى السياحي والحدائق التي يتم تطويرها وإنشاؤها في خليج نعمة. وأكد لنا سيادة اللواء خالد فودة بأن كل المشروعات يتم العمل على إنجازها في 15 من أكتوبر المقبل، وأن معدلات التنفيذ في تزايد في جميع المشروعات. هذه الجولة التفقدية كانت عقب الجولة الصباحية التي تفقد فيها أيضا المحافظ المرصد الأمني، وهو الأول من نوعه لإحكام المراقبة ومتابعة كل ما يتم داخل مدينة شرم الشيخ و مناطق محافظة جنوب سيناء بشكل عام، ثم أيضا الزيارة التفقدية الأخرى التي كانت للمنطقتين الخضراء والزرقاء بمحيط قاعة المؤتمرات، أيضا للوقوف على معدلات التنفيذ والانتهاء منها في أقرب وقت. أيضا اليوم كان هناك تطور جديد، وهو لقاء سيادة المحافظ بالفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على إقامة عدد من الفعاليات الثقافية الفنية على هامش مؤتمر قمة المناخ كوب 27 قبل المؤتمر وأيضا أثناء انعقاد المؤتمر داخل مدينة شرم الشيخ. أما الجولة التفقدية التي كنا في يعني بصددها اليوم، وهو مشروع من أحد المشروعات الهامة في مدينة شرم الشيخ، وهي الخطوة الأولى نحو وجود وسائل مواصلات صديقة للبيئة، كنا نرصد لحضراتكم محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية الموجودة في مدينة شرم الشيخ، والتي تأتي على مساحة 55 ألف متر مربع. هذه المحطة مهمة للغاية، لأنه بالطبع مدينة شرم الشيخ تتحول لأن تكون مدينة خضراء، فبالتالي الاعتماد على وسائل النقل النظيفة ووسائل المواصلات الذكية هو الخطوة الأهم والتوجه الأهم للدولة في الفترة المقبلة للاعتماد على هذه الوسائل المواصلات الذكية. هذه المحطة تقدم خدمات الشحن الكهربائي لما يقرب من 140 أتوبيسا مختلفا، بالإضافة إلى عدد كبير من الأتوبيسات سيتم توفيرها من قبل وزارة النقل، وتم الاتفاق مع محافظة جنوب سيناء على وجود أماكن لإقامة سائقي هذه الحافلات وقت انعقاد المؤتمر، بالإضافة إلى وجود بعض المحطات الشحن الموجودة في بعض الفنادق. فبالتالي خطوة مهمة جدا لاستقبال هذه الحافلات الذكية، بالإضافة بالطبع إلى وجود محطات الوقود بالغاز الطبيعي. فكل هذه وسائل نقل نظيفة ستتيح للمشاركين في مؤتمر المناخ التمتع بها، بالإضافة بالطبع إلى مسار الدراجات الموجود على الممشى السياحي. أيضا هنا في مدينة شرم الشيخ هناك استعدادات تتم على قدم وساق فيما يتعلق بالجانب الطبي والجانب الصحي المتمثل في مستشفى شرم الشيخ الدولي. هذه المستشفى تتأهل أيضا لأن تستقبل مؤتمر قمة المناخ بعدد من التجهيزات، فهي المستشفى الأولى من نوعها في محافظة جنوب سيناء التي تحصل على الاعتماد من الأسكوا العالمية. وبالتالي أيضا تم يعني تزويد المستشفى بعدد من الأجهزة الحديثة وأيضا عدد من المستلزمات الطبية. نتحدث عن ما يقرب من أكثر من 50 عيادة خارجية موجودة في هذه المستشفى، فبالتالي تقدم وتجهز كل خدماتها للمؤتمر القادم فيما يتعلق بقمة المناخ كوب 27. وأيضا من خلال عدد كبير من الأطباء يعني سيكونون في هذه المستشفى وفي المناطق أو العيادات الثابتة والمتحركة في مختلف الأماكن في مدينة شرم الشيخ وقت انعقاد المؤتمر. أيضا بالنسبة لشوارع مدينة شرم الشيخ، الطرق الآن على أتم الاستعداد لاستقبال هذه القمة. نتحدث عن طريق السلام، نتحدث عن الطريق الدائري وطريق الملك سلمان. كل هذه
هذه الطرق يعني ترتبط ببعضها البعض بعدد كبير من المشروعات، أهمها قاعة المؤتمرات والمنطقتين الخضراء والزرقاء التي سيتم فيهم انعقاد المؤتمر. أخيرا كان هناك أيضا جولة لوزيرة البيئة في السوق القديم ولقاء مع أصحاب المحال التجارية للحديث عن التخلص من فكرة استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بالأدوات الصديقة للبيئة لمنع استخدام هذه الأكياس تماما في الأسواق، استعدادا بالطبع لاستخدام أو لتحول مدينة شرم الشيخ لأن تكون مدينة صديقة للبيئة. فبالتالي كل المشروعات تتم على قدم وساق هنا في مدينة شرم الشيخ لاستقبال القمة، الشوارع، الميادين، الممشى السياحي، كل مناطق شرم الشيخ تغيرت تماما في غضون أشهر قليلة للانتهاء من كل هذه المشروعات. المحطة التي كنا بصددها اليوم سيتم الانتهاء منها أيضا قبل 15 من أكتوبر المقبل، وبالتالي نستعد لاستقبال قمة المناخ بالعديد من المشروعات، وسنتابع معكم كل ما هو جديد في مدينة شرم الشيخ. الآن الكلمة تعود إليكم مرة أخرى إذا كان هناك أي أسئلة. نعم، إذن هو عرس بكل المقاييس لمدينة السلام واستضافتها لكوب 27 في نوفمبر القادم. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري من مدينة شرم الشيخ.